أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، وحلقة جديدة من شارع الصحافة وإطلالة على الأخبار المسائية التي تطالعنا غدا بالجديد والكثير من الأخبار الرياضية والفنية والسياسية التي تطالعنا بها الغدا الاثنين الأخبار المسائية. وفي هذا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد النادي نديم، مدير تحرير الطبعة الثانية بالأخبار المسائية، يطالعنا هذه الأخبار. أولا نرحب به. اهلا وسهلا استاذ محمد. حضرتك ابرز العناوين التي تصدر بها الاخبار المسائي لعدد الاثنين غدا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى احنا بنتناول في الاخبار المسائي موضوعات ساخنه وموضوعات حيويه في الاخبار المسائيه، واعتقد ان اهم الاخبار اللي هي بتصدر او بتتصدر الصحف كلها بكره اللي هو تاجيل اولى جلسات طعن المحكمه على حكم بطلان اتفاقيه طيران والصنافير ل 3 يوليو. والحكم ده اللي أثار جدل في خلال الفترة اللي فاتت ديت، وهيئة قضاء الدولة طعنت على الحكم ديت بصفتها هي الوكيل عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وفي ومجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، اللي هي الهيئة أو محامي الحكومة زي ما هم بيقولوا. تفاصيل بالكامل الخبر تكون غدا إن شاء الله. حضرتك برضو في صفحة البرلمان عبد العال بيقول عن حضر عن حق الرئيس في إبرام اتفاقيات. هو ما بيجيبش جديد، رئيس البرلمان اللي هو الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اللي هو بيأكد ان الدستور منح رئيس الجمهورية ان هو يصدر له الحق ان هو في ابرام اتفاقيات او اصدار مع الدول مع عدد من الدول بما لا يخالف الدستور ده، وان الدستور منح رئيس الجمهوريه ده بيتكلم اساسا على برضو من ضمن الحاجات اللي هي اثرت الموضوع ده اللي هي جزيره ايران والصنافير، اللي هو بيقول ان هي مثارة الجدل في الفتره الاخيره ان هي مصريه او سعوديه. لكن رئيس مجلس النواب بيقول بعد اصدار قرار من رئيس الجمهوريه لمجلس النواب النواب بقى له صلاحيات القبول بهذه الاتفاقيات او رفضها وفقا لمصالح البلاد العليا. ده اللي بياكده، وفعلا البرلمان هو اللي كل الاتفاقيات اللي برمت قبل انعقاد مجلس النواب الحالي بيتم مراجعتها من خلال مجلس النواب، والنواب يا اما يرفضوها يا اما يقبلوها، زي النواب ما رفضوا قانون الخدمه المدنيه ورجع تاني للحكومه والحكومه بتعيده تاني لمجلس النواب، وده اللي بيتم. على كل في الصفحه في مجموعه من العناوين المهمه جدا زي النواب يفتحوا النار على الحكومه. فهي الميزانيه العامه للدوله يعني الاخيره دي سببت مشاكل كتير جدا بين النواب وبين الحكومه، وهل الحكومه قامت بالواجب اللي عليها تجاه المواطنين خلال الفتره اللي فاتت ولا ما قامتش بالواجب الاكمل. في الكثير من النواب دلوقتي يعني مستائين من عمل الحكومه الى حد يعني انهم بيقولوا ان الحكومه في بعض الوزراء ما ينفعوش انهم يستمروا في اماكنهم حتى يعني في خلال الفتره الراهنه ديت اللي هي فتره التحديات اللي مصر بتواجهها في خلال الفتره الراهنه. حضرتك ايضا انتم تتابعون دوما يعني سواء اخبار محليه او دوليه او عالميه الانفصال نهاية امبراطورية الإرهاب البريطاني ده يعني بالطبع هو الانفصال يعني ما افتكرش امبراطورية الإرهاب وجامدة، لكن هم اللي بيقولوا الكلام ده على أساس إن لندن هي بتبقى في الاساس رعايه للارهاب في العالم باعتبار ان هي بتعمل لجوء سياسي مثلا لجماعه الاخوان المسلمين، وكانت قبل ذلك كافه الجماعات الارهابيه كل بدايه الخيوط بتبدا من عاصمه الضباب اللي هي لندن. ولكن احنا بناخد الموضوع من ناحيه ثانيه، هل الاتحاد الاوروبي له قائمه بعد ان صوت الشعب الانجليزي على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي؟ اعتقد ان انهيار الاتحاد السوفيتي كان بدايه سنه 1991، ودلوقتي الاتحاد الاوروبي اللي هو اخر الاتحادات على مستوى العالم، واعتقد ان انهيار الاتحاد السوفيتي او انهيار الاتحاد الاوروبي او تفكيك الاتحاد الاوروبي على وشك الانهيار. التفكيك الاتحاد الاوروبي، واعتقد بعد ذلك هناك برضه في بعض التقارير اللي جات لنا من الخارج دلوقتي بتاكد ان في بعض المنظمات الامريكيه بتطالب ايضا بالاستقلال عن الولايات المتحده الامريكيه. فديت يعني هل
ستنجح المبادرات اللي هي الأوروبية دلوقتي بإعادة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، أم أن الشعب الإنجليزي سترضى غلاء الحكومة الإنجليزية وتعلن الانفصال. والإجابة على هذا السؤال أكيد موجودة في تقرير في ملفات ساخنة تصدر بها إن شاء الله الأخبار المسائية غدا يوم الاثنين إن شاء الله. حضرتك لديكم أيضا الملاعب والتحقيقات، يعني لمحة سريعة على الملاعب والكرة في عدد. هو طبعا أصداء فوز النادي الأهلي بدرع الدوري لسنة 2016، طبعا هو المتصدر كل العناوين في كل الجرايد، والمنشطة عندنا بكرة إن الزمالك يهنئ الأهلي بالدوري، ودي تروح جديدة بنتمنى إنها بتسود في خلال الفترة الجاية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله تعالى عندنا في الأخبار المسائية بكرة أخبار جديدة وتهم المواطنين كثيرا جدا، وأهمها ملف الثانوية العامة والتسريبات اللي حصلت وإيه هي البدائل اللي بتطرحها الحكومة على أساس خاطر تحل محل الثانوية العامة خلال الفترة الجاية بكرة إن شاء الله على صفحات الأخبار المسائية إن شاء الله. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد النبي نديم مدير تحرير الأخبار الطبعة الثانية، شكرا حضرتك جزيلا. الله يخليك، متشكرين جدا. بهذا مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار يوم نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من شارع الصحافة هذا اليوم، كنا معكم من أخبار المسائي، شكرا، انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله، دمتم وإلى اللقاء إن شاء الله.